متوقع يا عمر النجاح الكبير قوي ده؟ بصي انا دايما لما بينجح لي اي شغل بشكل جامد يعني فدايما بتسأل السؤال ده، فبتبقى اجابتي هي في كل مرة ان النجاح مسألة لها معايير، النجاح ما بيجيش صدفة، يعني في خطوات معينة لازم البني آدم يعملها علشان ينجح. فأنا لما بعمل الخطوات دي ببقى متوقع نجاح. طبعا نسبة النجاح قد إيه توصل لإيه ده بيبقى له علاقة برضو بتوفيق ربنا، لكن أنا بعتقد إن لما البني آدم بيخلص قوي في شغله وبيكون بيعمل الحاجة من قلبه وبيحاول يبذل كل مجهود ممكن علشان ينجح وبيضحي بحاجات كتير تانية علشان خاطر يتأكد إنه هيوصل لنجاح معين، أعتقد ربنا ساعتها بيوفق. فعشان كده أنا كان توقعي نجاح المسلسل كان كبير، كان كنت أتوقع بشكل كبير إن المسلسل ينجح مع الناس ويمكن فاق شوية لتوقع الحمد لله. عمرو محمود ياسين كاتب محقق نجاح كبير جدا في رمضان، ولكن النهارده اقدر اقول انك بالفعل قدرت انك تعبر عن المرأة بشكل كبير جدا، ومش سهل على اي كائن رجل ان يخش زي ما بيقولوا في جعاليس المرأة بالشكل ده، ولكن انت بالفعل قدرت تعبر، ومش بس عن المرأة اللي هي ممكن تكون مثلا في سنك او قدك، انت اتكلمت عن المرأة بشكل كبير في المسلسل ده ونحب تاني ليه، ومراحل يعني حساسة جدا من الجدة للأم للابنة للأصدقاء، يعني كلها أعمار مختلفة جدا. إزاي عملت ده وإنت راجل؟ إزاي عملت ده وإنت راجل؟ دخلت جوانا إزاي إحنا الستات؟ هقولك السر بقى. السر. أولا أنا مستمع جيد، يعني أجيد الاستماع للشخص اللي بيكلمني في أي حاجة في حياته، وخصوصا الستات أسمع لهم كويس قوي. الحاجة التانية أنا بعتقد إن الممثل والمؤلف دايما عنده حتة الملاحظة، إنه دايما عنده حتة إنه بيعمل بيأوبزيرف، دايما بيراقب، دايما عينه ومخه شغال بطريقة غير الناس التانية. يعني ممكن أي حد ما هوش كاتب أو مش ممثل ما يركز في حاجات معينة هو يركز فيها، لأنه بيلتقط منها تفصيلة أو بيلتقط منها فكرة أو بيلتقط منها حالة معينة بيختزنها جواه بشكل يعني مش قرار، يعني مش أنا قاعد معاكم مثلا فأنت تقولي حاجة فأنا أقرر أن أنا أخد بالي من دي، لا هي بشكل أوتوماتيك كده الواحد بيقعد يخزن شوية حاجات بتحصل قدامه فبتبقى في خبراتنا وبنطلعها في الوقت اللي أنا محتاجها فيه بمعالجة درامية معينة. فأنا بسمع كتير لأصحابي وأهلي، بسمع لستات من أصدقائي في أعمار مختلفة، يعني من الطفلة للسن الكبير للشباب للي في سني واللي أصغر، فبالتالي بقدر يبقى عندي يعني عندي شيء من القدرة على تقييم أو فهم إزاي بيتفكر الست.